مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي الفضائية المصرية، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وميثاق شرف. زي ما تعودنا ببرنامجنا بنتكلم في كل الموضوعات اللي بتهم الشارع المصري والمواطن المصري أو المواطن العربي، بنتكلم فيها بكل صراحة. عندنا خط أحمر وحيد وهو الاحترام لكل الأطراف بلا إهانة لأي شخص من الشخوص. ننتقد كما نشاء، ولكن بنحاول في نفس الوقت اننا زي ما بنطرح المشاكل لازم نحاول نوجد حلول، لازم نوجد حلول طالما عايزين نطلع لقدام. لو هنقعد نضع المشاكل على المنضدة بلا اي حلول خلاص هنفضل نرجع لورا، انما المهم السنين بتعدي والاجيال بتكبر، لازم اجيالنا تلاقي فرصة عمل، تلاقي مرتب وحياة كريمة. بس ده ما بيتمش بالسياسة لوحدها، عمالين نتكلم في السياسة سياسة سياسة، ما حدش قال انها مش مهم، ما حدش قال ان الدستور مش مهم، بالعكس، لكن الاقتصاد مهم. ده جرس انذار، ده شيء هام جدا، كل واحد فينا لازم ان هو يقف قدام ضميره. بلدنا محتاجة لكل واحد يعني يعمل ضميره في هذا التوقيت. بلدنا عشان نحقق أهداف ثورة يناير اللي هي عيش، دي أول كلمة، الحرية والعدالة الاجتماعية عمرها ما تتم غير إننا نعمل بقى برامج ونبدأ نعمل مجهود اقتصادي وخطط اقتصادية سليمة. وفي نفس الوقت إحنا بلدنا مليانة خير، ليه محسنا إن البلد، لا البلد مليانة خير، بس هي المهم إزاي المشاريع تتعمل في أماكنها الصحيحة والفلوس تتحط في مكانها الصحيح، ونحاول إننا نعيد تدوير الخير اللي تم تجريفه لسنوات طويلة. أنا هذه الحلقة هي حلقة خاصة جدا. ضيفي هو ضيف خاص جدا، وهو واحد من أهم 500 شخصية ليس في العالم العربي فحسب إنما في العالم. لو هنتكلم بأمانة شديدة هو رجل اقتصادي من الطراز الأول، هو رجل محب للعالم العربي، رجل يحمل في أفكاره وفي عقله مشاريع لنهضة الأمة العربية، عنده استعداد يساعد أي شخص عايز مشوره. فاسمحوا لي إن هذه الحلقة لحضراتكم تسمعوها ونفهم كويس قوي الكلام اللي هيقوله، لأن هو له باع طويل في هذا المجال، وفي نفس الوقت أرجو من المسؤولين والقائمين على إدارة هذا الوطن إن هم يستمعوا باهتمام شديد لما سيقال في هذه الحلقة. في البداية قبل ما هطلع الفاصل اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز، وهو ولد في يافا في فلسطين في 22 ابريل عام 1938، وهو مؤسس ورئيس مجموعة من اكبر المجموعات الاقتصادية في العالم العربي ولها فروع في العالم كله. فاسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذ الدكتور طلال ابو غزاله، اللي شرفنا وانا اعلم تماما انه قدم لهذا البرنامج ليطل على المشاهدين والمصريين من هذا البرنامج. اهلا بحضرتك واشكرك على تلبيه الدعوه. شكر لك، لان هذه الاستضافه شرف كبير. ده شرف كبير ليا وشرف كبير لنا وجود واحد من النماذج المشرفة في عالمنا العربي الذي يجب أن نستمع باهتمام لكلامه، لأننا في مصر نحتاج لكل كلمة تعيدنا إلى الطريق الصحيح. أشكرك مرة تانية دكتور طلال. اسمح لي قبل ما أخش مع حضرتك في الحوار هنذهب لفاصل، فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل سنعود لنبدأ هذا الحوار الذي سنتحدث فيه عن اليوم وغدا والمستقبل في الاقتصاد. خليكم معنا مرة تانية مشاهدينا، وعودة لميثاق شرف. اسمحوا لي ان انا في البداية، سبب استضافتي اليوم للاستاذ دكتور طلال ابو غزالة هي ان انا في اكتر من توقيف خلال الاسابيع الماضية كنت بنبه وبقول يا جماعة الاعلام له دور مهم جدا في الفترة دي، اننا نشوف ما بعد الدستور. احنا عندنا اقتصاد، عندنا مشكلة كبيرة قوي، عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا ناس كتير وشباب في بطالة، في حاجات كتير قوي، ناس بتختلف في الاراء، فيمكن قررنا اننا ناخد رأي محايد، رأي ينظر
لهذا الوطن من بعيد، يعرف أهمية مصر، وفي نفس الوقت له آراء هامة دولية في مجال الاقتصاد. مش هتكلم كتير، يمكن أغلب رجال الأعمال والمحاسبة والاقتصاديين عارفين من هو طلال أبو غزالة، فمش هنتكلم عن السيرة الذاتية. لكن الأهم إن أنا النهاردة هحاول أطرح معاه العديد من الأسئلة اللي بتشغل بالي كمواطن مصري واللي بتشغل بالكم كمصريين. عشان كده مرة تانية بوجه الدعوة للمسؤولين عن إدارة هذا الوطن للاستماع جيدا لما سيقال في هذه الحلقة، لعل وعسى نجد مخرج من مشاكلنا الموجودة. دكتور طلال، مرة تانية بجد التحية وأشكرك. اسمح لي، أنا أسئلتي هتكون من بعض ما تعلمته في الحياة، أو من بعض الأقوال المأثورة في حياتنا واللي حضرتك ماشي عليها. اسمح لي، أنا أول سؤال عايز أفهمه، إحنا عندنا مشاكل كتير قوي سواء في مصر أو في العالم العربي. دول تانية بتتقدم، دايما نشاور نقول الدولة الفلانية متقدمة، بصوا أمريكا بتعمل إيه، بصوا الصين بتعمل إيه، بصوا اليابان. أنا بحلم إن يجي يوم إن نشاور نقول الأردن بصوا يعني بتعمل إيه، أو نبغت في إيه، مصر نبغت في إيه. هل ممكن يجي اليوم ده؟ أنا شاكرك أولا على المقدمة الكريمة التي كنت سخيا بها علي، وأود أن أبدأ بأن أقول أنني أدرك أنني أقل علما ومعرفة من يتحمل مسؤولية مصر، وأقل علما ومعرفة من العمالقة الموجودين في مصر. ولكن ابن خلدون قال قول دائما أنا أستنير به، قال إن المستشير وإن كان خيرا من المستشار رأيا فإنه يزداد برأيه رأيا. هذه الحكمة مهمة جدا لكل من يريد أن يصنع قرارا، لأن رجل الذي يعطي وجهة النظر الأخرى أو المحايد أو الأوتسايدر لها فائدة دائما، لأن من يغوص ويقود يغطس في مشاكل ما يقوم به وينسى الصورة التي يراها الآخر من الخارج. تمام. من هذا المنطلق أنا أريد أتحدث، ولكن وليس من أي ادعاء بأنني أقدر أو أفضل علما من أي شخص. تكلمت عن المستقبل، أنا أقول بداية حتى لا يكون كل السلبيات التي سأتكلم فيها تبعدنا عن المستقبل حقيقته. مصر خلال أقل من 20 سنة يجب وستصبح 21 أهم اقتصاد في الدنيا، وأنا لا أحلم، يعني معروف في كل ما قمت به أنني أستند إلى الدراسة وإلى العمل وإلى التطبيق العملي، والحمد لله لم أدخل في مشروع إلا حققت فيه النجاح الذي رسمته. لماذا؟ أولا صندوق النقد الدولي اللي إحنا الآن عاوزين نقترض منه في تقرير خاص له بيقول أن الاقتصاد الأكبر في العالم في المستقبل سيكون للدول الأكبر سكانا. فأرجو بداية أن لا نشتكي من عدد سكاننا في مصر. الآن النعمة مثل ما كنا زمان أيام أجدادي، كان يجيب أبوه جاب 21 طفل، لأنه دول كانوا يساعدوه في الشغل بتاعه، فكان يعني الناس كانت تتخلف أولاد مشان يزيد الإنتاج في الحقل. في المستقبل في عصر